السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح. بناتي بشاير بشاير وهدير، اليوم عندنا بشاير بشاير. تمام، قبل ما أبدأ ونأخذ اللي هو مراجعة، في أي سؤال أو تبغون أي باب أعيد لكم قبل ما تفضلي؟ تفضلي يا بنتي بشاير. لحظة، السؤال هذا أطلع منه شيء. الله، في فترة الخطوة الثانية من خطوات التخطيط لعملية مراجعة، حصول مراجع على معلومات المشروع الاتصال. لا لا لا، أول شيء الاتصال بالمراجع السابق. إحنا قلنا لما أنا شرحت لابد يكون الترتيب منطقي، لابد يكون يا بنتي دكتور. كان سؤالك طبعا اللي هو الأسئلة تعتمد على الفهم وليس اللي هو الحفظ، يعني الحفظ يكون فيه نوع ما صعوبة. فلما فرضا نتكلم مثل ما ذكرتي التخطيط لعملية اللي هو المراجعة، طبعا لابد يكون فيها منطقية، بحيث ان ما نبدأ ب اللي هو الخطوة الخامسة قبل الأولى قبل هذا. فسبق أني قلت لكم بالنسبة للخطوات تكون منطقية. فليه ما معنى منطقية أو ما معنى اللي هو العقلية؟ فعندنا الخطوة الأولى الاتصال بالمراجع السابق، هذه لا يمكن أن احنا نضعها في الخطوة الثالثة أو الرابعة. لماذا؟ لأنها من الناحية المنطقية عليك بالاتصال بالمراجع السابق. احتمال اثنين، احتمال انك ترفضين اللي هو المراجعة بناء على ما ابداه اللي هو المراجع السابق، او ربما تكملين معهم اللي هو المراجعة. فليس من اللي هو العقل ان احنا نضع الخطوة الاولى هذه فرضا، ألا وهو اللي هو اتصال بالمراجع السابق، نضعها في الخطوة الثالثة أو الرابعة. فلا بد أن تكون في اللي هو المرتبة الأولى أو الخطوة اللي هو الأولى. أيضا لما نأخذ اللي هو الخطوة الثانية، ألا وهي دراسة الصناعة وجمع معلومات عن المشروع، هذه لا يمكن أن إحنا نضعها في الخطوة الرابعة أو الخامسة. لماذا؟ لأن الخطوة هذه الثانية بعد ما تقبلين اللي هو المراجعة بناء على ما أفاد به اللي هو المراجع اللي هو السابق، تأتي اللي هو دراسة معلومات عن اللي هو المشروع. ما نأخذ المعلومات اللي هو محاسبية، وإنما معلومات عن المشروع. طلبنا اللي هو عن معلومات عن المشروع، اللي هو نوعية اللي هو المشروع، المنتجات والخدمات اللي تؤديها المشروع، هيكلية رأس المال، العلاقة مع أطراف أخرى، أماكن وجود اللي هو الشركة في المناطق، نقصد اللي هو الجغرافية من اللي هو من الدولة أو من اللي هو الإقليم. فلذلك تأتي هذه الخطوة الثانية. لاحظوا، الخطوة الثانية لم يتكلم عن النواحي المحاسبية أو النظام المحاسبي، وإنما تكلم عن معلومات أنت تجمعينها عن المشروع أو عن اللي هو الشركة. طبعا هنا
ذاك اللي هو مشروع اللي يقصد به اللي هو المنشأة أو الشركة كشركة مساهمة. ثم بعد ذلك يدخل أكثر اللي هو التخصص اللي هو الخطوة الثالثة أو الخطوة اللي هو الثالثة، ألا وهي دراسة السياسات والإجراءات المحاسبية. سوف تدرسين بعد هذه الخطوة الأولى الثانية الثالثة، سوف تدرسين عن لائحة المحاسبية داخل اللي هو الشركة، فكأنك الآن تدرسين عن النظام المحاسبي داخل اللي هو الشركة. فترتيبها يعتبر يعني منطقيا ما نستطيع أن نقدم هذا على هذا. هذا واحد. اثنين، أنت تسألين عن بالنسبة إلى اللي هو هل نحفظ ما جاء به؟ هذه أنا فهمت منك. لو كان عندك استفسار آخر يعني ضعيف، أنا أقول لك لا، وإنما على اللي هو الفهم. فأنت الآن اللي هو الخطوة الأولى الاتصال بالمراجع السابق، فتعرفين فهما ما معنى الاتصال بالمراجع السابق. وتكلمنا عن كيفية الاتصال بالمراجع السابق سواء كتابيا أو شفويا. طبعا بعد ما نأخذ إذن من المشروع أو من اللي هو الشركة. لماذا؟ لأن لدينا أدبيات في المراجعة بأن لا يفشي المحاسب المراجع القانوني، بأن لا يفشي أو أسرار من أسرار اللي هو الشركة. فلذلك لما نريد أن نعرف معلومات عن المراجع اللي هو السابق، لا بد أننا نستأذن من اللي هو الشركة التي نريد أن نراجعها، أو تطلب الخطوة الأولى وهكذا. وضحي لي يا بنتي، يعني هل هناك المرة. طبعا اللي هو الخطوة الثانية تسألين وتقولين هل ممكن تجيب السؤال كذا، ما هي الخطوة الثانية من خطوات التخطيط العملية. لا، هذه يعني فيها حفظ. أنا أحاول إني أبتعد عن اللي هو الحفظ وأركز على اللي هو الفهم. يعني فيها نوعا ما صعوبة. لما فرضا أقول لك تركي اللي هو التخطيط الآن، لما أقول لك أعطيني أو اذكري الدليل السادس من أدلة الإثبات في المراجعة، هذا نوعا ما يعني مستبعد اللي هو لماذا؟ لأنه سوف يكون فيه نسبة للحفظ، والحفظ يعني دائما اللي هو في الأسئلة يعني يكون فيه نوعا ما صعوبة، نوعا ما صعوبة. أو تطلب خطوة هذه. لا يعني من فهم الخطوات، فهم. أيوه فهم، نعم، وليس اللي هو الحفظ، لأن يعني الحفظ مجرد تنتهي من اللي هو المادة، ومن دائما حتى اللي هو طلابي ومحاضراتي لو اعتمدت على الحفظ مجرد تنتهي من اللي هو الاختبار سوف تنسى كل شيء، وإنما يبقى الفهم، يبقى الفهم. فأي شيء تريدونه أنا أعيده لكم؟ أنا ودي أسوي المحاضرة هذه، لأن إحنا راجعنا يعني كثير اللي من المسائل، ودي أتلقى منكم مثل هذه الأسئلة. بارك الله فيك يا بنتي، يا بشاير على أسئلتك. بارك الله فيك.
يتسألوني أسألكم شو اللي تبون. ملك يا دكتور، هل ممكن يعني احتفظوا به؟ يعني أهم شيء اللي هو اللقاءات الحية، ونحن نتدارس أنا وإياكم اللي هو الموضوعات، وأيضا كيف نجاوب على الأسئلة، أو كيف فنحن نتدارس فيما بيننا. بارك الله فيك، لا شكر على واجب. بارك الله فيك يا بنتي. خطوة التخطيط لعملية المهم اللي هو المراجعة اللي أخذناها في الفصل السابع، أيضا هذا من ضمن الموضوعات المهمة، وهو كأنه زبدة اللي هو عملية المراجعة. ليه؟ لأنه يتكلم عن التخطيط لعملية المراجعة، تخطيط لعملية المراجعة. طبعا له مواضيع أيضا أخرى من ضمنها اللي هو الملف الدائم والملف الجارج المقصود به، وأيضا انتبهوا إلى اللي هو أدلة الإثبات ووسائل الحصول على أدلة الإثبات. انتبهوا معي بس دقيقة، لا تتلخبطون ما بين الدليل والوسيلة. طبعا اللي هو الفصل اللي يتكلم عن أدلة الإثبات ووسائل الحصول عليها، في موجود لدينا تقريبا 7 أدلة، وأيضا موجود لدينا وسائل الحصول على هذه الأدلة. تمام؟ فلما يسأل عن الدليل ربما يأتي ببعض الخيارات من ضمن اللي هو الوسائل، فانتبهوا إلى عدم اللبس ما بين دليل الإثبات ووسائل الحصول على أدلة الإثبات. مثال، لدينا أول دليل من أدلة الإثبات ألا وهو الوجود الفعلي، فيزيكال، الوجود الفعلي، فهذا يعتبر دليل من أدلة الإثبات. كيفية الحصول عليه؟ عن طريق الجرد الفعلي. فلذلك أدلة الإثبات، طبعا أدلة الإثبات من ضمن المهم موضوعات اللي هو المهمة في المراجعة. فنلاحظ المحاسب والمراجع القانوني يعتمد في إبداء رأيه في القوائم المالية على أدلة الإثبات، فهو مثل ما قلت لكم مثله مثل اللي هو القاضي. فالقاضي لديه أدلة إثبات، ربما يوجه له الاتهام هذا إلى الجاني أو يبرئه. أيضا اللي هو لدينا اللي هو في المراجعة، ففي نهاية اللي هو الفترة المحاسب المراجع القانوني مثل ما قلنا أنه يقدم لنا تقرير في نهاية اللي هو السنة. التقرير هذا يقول بأن القوائم المالية هذه سليمة أو غير سليمة. من ضمن القوائم المالية قائمة المركز المالي. من ضمن قائمة المركز المالي، لو أخذنا قائمة المركز المالي، موجود لدينا اللي هو الأصول. درست في مبادئ محاسبة 1 والمحاسبات الأخرى اللي هو المحاسبة، موجود لدينا في قائمة المركز المالي فرضا الآلات أو السيارات، فرضا السيارات بقيمة 50,000 ريال أو 100,000 ريال اللي هو السيارات. كيف أني أعرف هذا أن العنصر هذا صحيح أو غير صحيح؟ يأتي لدينا الوجود الفعلي، هل
المحاسب المراجع القانوني حقق أن موجود لدينا سيارات وعددها 3 سيارات فرضا، وقيمتها أيضا بالقيمة هذه، ويرجع الملكية للسيارات للمنشأة أو الشركة أو لا. فلذلك تأتي أدلة الإثبات، فأدلة الإثبات يعتمد عليها المحاسب المراجع القانوني ويصدر رأيه في القوائم المالية بأن القوائم المالية هذه سليمة أو غير سليمة، وأخذنا أنواع التقارير، ربما يكون سالب التقرير أو التقرير يحتوي على تحفظات وهكذا. في أي سؤال؟ أنا أنتظر أسئلتكم، إذا ما في أي سؤال سوف أسألكم. طيب، لو سألنا عن، لم نتكلم عن أدلة الإثبات، وقلنا أن الوجود الفعلي، من أقوى أدلة الإثبات، هل العبارة هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ ألا وهو الوجود الفعلي، هل هو من ضمن أقوى أدلة الإثبات أو لا؟ صحيح. طيب، أحد يذكر لي عكس ذلك؟ هل موجود عندنا بعض اللي هو الأدلة أقل حجية؟ يعني بعض الأدلة مثل اللي هو الوجود الفعلي، قلت لي أنه من ضمن أقوى أدلة الإثبات، وأنا أوافقكم فيه، وهذه الإجابة اللي هو صحيحة، الوجود الفعلي يعتبر من ضمن أقوى أدلة الإثبات. هل هناك أدلة إثبات أقل منها حجية؟ لو نظرنا إلى أدلة الإثبات، تلاحظون أيضا ترتيب أدلة الإثبات، المنطقية، أنه بدأ بالدليل الأقوى، ألا وهو الوجود الفعلي. فالوجود الفعلي يعتبر من ضمن أقوى أدلة الإثبات، ثم بعد ذلك أخذ اللي هو المستندات المؤيدة للعمليات، من ضمنها الفواتير والصكوك والشيكات، وكلها تعتبر من ضمن الدليل الثاني من أدلة اللي هو الإثبات. طبعا نلجأ له لما نريد أن نثبت ملكية أي أصل من ضمن الأصول التي تمتلكها الشركة، حتى لو اللي هو السيارات. السيارات عرفنا بأن موجود لدينا 100 اللي هو سيارة موجودين داخل اللي هو الشركة، 100 اللي هو سيارة، لكن احتمال يكونون 90 للشركة و10 سيارات ليست للشركة وإنما
وضعها داخل الشركة. هنا نلجأ إلى الدليل الثاني من أدلة الإثبات، ألا وهو المستندات المؤيدة للعمليات. فنأخذ المستند الذي يثبت ملكية الشركة، مثل لدينا عندنا في السعودية ألا وهو الاستمارات التي صادرة من إدارة المرور، والتي بها ترجع كل سيارة باسم اللي هو الشركة. فلذلك يأتي المحاسب والمراجع القانوني بأن يتم مراجعة أو يأخذ الدليل الثاني من أدلة الإثبات ألا وهو المستندات. هنا بتكون اللي هو الاستمارات، لأن الاستمارة هذه تعتبر مستند مؤيد لعملية امتلاك اللي هو الشركة أو اللي هو شراء الشركة لهذه السيارات. طبعا مثل ما قلت لكم منطقيا الأقوى، ثم بعد ذلك اللي هو الدليل الثالث ألا وهو القرارات التي يحصل عليها المراجع من الغير، لما نأخذه من غير مثل البنوك أو المدينون أو الدائنون، هذه القرارات تعتبر الدليل الثالث. ثم الدليل الرابع، الدليل الرابع شاهد من هذا بأنه ليس ذو قوة أو ذو حجية قوي. ما هو اللي هو الدليل الرابع؟ هو الشهادات والبيانات التي يحصل عليها المحاسب أو المراجع القانوني من الإدارة. من الإدارة شو نقصد بها؟ قام عن اللي هو الإدارة، اللي هو إدارة المشروع أو إدارة اللي هو الشركة. طبعا لما أنت كمحاسب وتطلب أي شهادة أو أي بيان من شركة نفسها، من المنطقي أن لن يعطوك أي شيء يدينهم، وإنما سوف يزودونك ببيانات وبشهادات سليمة لا تدينهم. فلذلك يعتبر الدليل الرابع هذا ليس قوي لو قارناه بالأدلة الثانية. الدليل الذي قبله ربما يكون أقوى. لماذا؟ لأننا نحصل على القرارات هذه من الطرف الثالث أو الغير الخارجي اللي هو المنشأة. أما داخل المنشأة أو داخل الشركة ويزودوننا بأي معلومات، تكون لها حجية أقل، تكون لها حجية أقل. طبعا دائما لما نتكلم عن اللي هو المراجعة بشكل عام دون أن نحدد ما نقصده، طبعا يكون في اللي هو المراجعة الخارجية. لماذا؟ لأننا في العالم كله جميع اللي هو شركات المساهمة تكون لديها المراجعة إلزامية خاصة للشركات المساهمة. فتأتي المراجعة الخارجية، المراجعة الخارجية بأن نتعاقد عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين بمحاسب ومراجع قانوني خارجي أو خارج المنشأة. فلذلك دائما لما نتكلم عن المراجعة اللي يسمونها بالإنجليزي auditing، فنقصد بالمراجعة الخارجية. طبعا علم المراجعة ظهر بعد الثورة الصناعية في أوروبا وظهور الشركات المساهمة، ومن ضمن ما يميز الشركات المساهمة اللي هو فصل إدارة الشركة عن ملاكها. وتكلمنا بشكل كبير كيف أن الشركات المساهمة هناك فصل ما بين إدارة الشركة عن ملاكها. طبعا الفصل هذا ربما لا نجده في اللي هو المشروعات الفردية والمؤسسات أو التي يمتلكها شخص واحد. فربما الشخص الواحد اللي هو مؤسسة بأنه هو المالك وهو المدير للشركة، وهو أيضا للشركات اللي هو الأشخاص، ربما تغيب هذا اللي هو فصل
إدارة اللي هو الشركة عن اللي هو عن الملاك، فربما يكون اللي هو الشركاء الذين يمتلكون الشركة خمسة، فليس هناك انفصال ما بين ملاك اللي هو الشركة وأيضا إدارة الشركة، فربما يكونون الخمسة هنا يعملون داخل اللي هو الشركة، فليس هناك انفصال. أما الشركات المساهمة الكوربوريشن هناك فصل، لماذا؟ لأن المساهمين الذي يعبر عنهم الجمعية العمومية للمساهمين هم الذين يمتلكون الشركة، وعددهم ليس باللي هو بالقليل، ربما يكون بالآلاف إذا ما وصلوا إلى ملايين. بعض اللي هو الشركات المساهمة اللي في أمريكا، الشركات اللي هو العملاقة، ربما يصلون عدد اللي هو المساهمين إلى الملايين. فلذلك يأتي هنا فصل ملاك الشركة اللي هم المساهمين الذين لديهم أو اشتروا أسهم اللي هو الشركة عن إدارة الشركة. طبعا لما تسألون عن اللي هو إدارة الشركة، إدارة الشركة اللي هو المساهمة الذين يعينهم المساهمين أو الملاك عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين، فالجمعية العمومية للمساهمين يكونون مجلس إدارة الشركة اللي سوف يديرون اللي هو الشركة. وأيضا من ضمن صلاحيات الجمعية العمومية للمساهمين منبثقة من المساهمين يعينون أيضا المحاسب والمراجع القانوني كل سنة. فيأتي هنا الشركات المساهمة لأنها تتميز بفصل إدارة الشركة عن ملاكها. أي سؤال؟ مستندات مؤيدة للعمليات. نعم، المستندات المؤيدة للعمليات تعتبر من ضمن أدلة الإثبات. نلاحظ أيضا من أجل اللي هو فهم اللي هو الفصل هذا اللي هو أدلة الإثبات ووسائل الحصول على أدلة الإثبات، بأن ربما تقريبا الخمسة تقريبا في أدلة الإثبات موجودة في وسائل الحصول على أدلة الإثبات. مثال: الوجود الفعلي يعتبر دليل من أدلة الإثبات. المقابل له لوسيلة الحصول على أدلة الإثبات الجرد الفعلي. تمام. أيضا لما نذهب إلى الدليل الثاني من أدلة الإثبات، المستندات المؤيدة للعمليات، نرى المقابل لها في وسائل الحصول على أدلة الإثبات المراجعة المستندية. أيضا من ضمن دليل ثالث من أدلة الإثبات، الإقرارات التي يحصل عليها المراجع من اللي هو من الغير، المقابل لها في وسائل الحصول على أدلة الإثبات نظام المصادقات الذي شرحناه وأخذنا أنواع المصادقات سواء إيجابية أو سلبية. مستندات مؤيدة للعمليات، بارك الله فيك يا هديل، مقابل لها المراجعة المستندة. لو فرضا جن سؤال عن أدلة الإثبات، طبعا هناك بعض العناصر وقال لا يصلح كدليل من أدلة الإثبات الوجود الفعلي للأصل، هل شهرة المحل أو السيارات أو المعدات أو الآلات. جاوبوا لو سألنا عن بأن
لا يصلح كدليل من أدلة الإثبات. وإحنا نتكلم عن أدلة الإثبات بالوجود الفعلي للأصل واحد شهرات المحل أو سيارات أو ثلاث المعدات أو أربعة الآلاف شهرة المحل. فعلا لا يصلح كدليل من أدلة الإثبات لوجود الفعلي للأصل شهرة المحل، لأن شهرة المحل تعتبر من ضمن الأصول الغير ملموسة التي لا نراها، ليس لها كيان مادي ملموس، فلا يصلح كدليل من أدلة الإثبات للوجود الفعلي. الوجود الفعلي لربما نلاحظه عن طريق حتى العين المجردة أو مثل الآلات والمعدات والأثاث، كلها تعتبر من ضمن اللي هو الوجود الفعلي اللي ربما يسهل علينا إثباته، حتى بالإنجليزي يسمونه physical، موجود فعلا. طبعا لما أيضا نسأل ونقول من ضمن أدلة الإثبات في المراجعة، هل من ضمن أدلة الإثبات المراجعة المستندات المؤيدة للعمليات؟ يلا جاوبوا. نعم، وأنا أجاوبك وأقول لك أيضا نعم. نعم، اللي هو من ضمن أدلة الإثبات في المراجعة المستندات المؤيدة للعمليات، وهي تعتبر من ضمن أدلة الإثبات. طبعا أيضا لما نتكلم عن ربما المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع، المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع، هل لها حجية أكبر في الإثبات عن المستندات التي تنشأ داخل المشروع؟ لو قلنا واحد، لو قلنا اثنين، أنها لها حجية أصغر في الإثبات عن المستندات التي تنشأ داخل المشروع. طبعا هنا سؤال يتكلم عن المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع. وثلاثة، هل المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع لها حجية مساوية في الإثبات مع المستندات التي تنشأ داخل المشروع؟ أو ربما أن المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع ليس لها حجية في الإثبات مطلقا؟ نعم، جوابكم اللي هو صحيحة، بأن المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع لها حجية أكبر، خارج المشروع تكون لها حجية أكبر. طيب لما نتكلم عن الفهم، لماذا؟ جوابكم صحيحة، لكن لماذا لها حجية أكبر؟ أنا أقصد المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع فعلا لها حجية أكبر في الإثبات عن المستندات التي تنشأ داخل المشروع. سؤالي لماذا؟ نعم، بنتنا هديل تقول لأن أدلة الإثبات الداخلية تكون عرضة للتزوير، فعلا عرضة للتزوير، لأنها طبعا أيضا بنتنا بشاير تقول لأنها تكون محايدة للي تقصد اللي هو خارج المشروع. فأبسط شيء لما نشتري من جهاز من اللي هو الأجهزة من اللي هو خارج اللي هو المشروع، فاشترينا أي أصل من الأصول أو جهاز فأخذنا من الفواتير، هنا اللي هو الفاتورة أو المستند، هذا المستند اسمه العمليات أو الفاتورة في الشراء،
فيها نوعا ما صعوبة في تزويره. لماذا؟ لأن الذي صادره عن الغير، فهناك لا نقول له مستحيل، وإنما نقول من الصعوبة تزويره، من الصعوبة له تزويره. لماذا؟ لأن احنا احتصلنا عليه من الغير أو من الشركات الأخرى التي تبيع هذه الأجهزة. لكن لو كان لدينا بعض الفواتير التي صادرة من داخل المشروع، من داخل المشروع، هنا ربما تكون مثل ما قالت له زميلتكم عرضة إلى له التزوير، ربما نغيره، ربما أيضا فاتورة نغيرها كلها كاملة. لماذا؟ لأن لدينا نمتلك له الفواتير، فأي فاتورة لم تعجبنا ربما نلقيها ونأتي اللي هو فاتورة أخرى لأنها صادرة من لدينا. فلذلك دائما المحاسبين والمراجعون يعتمدون على المستندات التي يتم تحضيرها خارج المشروع لأن تكون لها حجية أكبر، تكون لها حجية أكبر. أيضا الأسئلة أيضا عن أدلة الإثبات. لو قلنا من أنواع أدلة الإثبات في المراجعة وجود نظام سليم للرقابة الداخلية، اثنين الاتصال بالمراجع السابق، ثلاثة الثبات مبدأ الثبات، أربعة التكلفة التاريخية. ما هي الإجابة من أنواع أدلة الإثبات المراجعة؟ وجود نظام سليم للرقابة الداخلية. نعم بطلت الجديد ألا وهو أن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يعتبر من ضمن أنواع أدلة الإثبات في المراجعة. في المراجعة نلاحظ هنا يعني الأسئلة لو تلاحظون لا تعتمد على اللي هو الحفظ وإنما تعتمد على الفهم. هل توافقوني؟ على الفهم. طيب أيضا من ضمن أنواع أدلة الإثبات في المراجعة العمليات التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ إعداد القوائم المالية. فلو طرحنا السؤال هذا وقلنا من أنواع أدلة الإثبات في المراجعة، واحد العمليات التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ إعداد القوائم المالية، اثنين نظام المصادقات، ثلاثة المراجعة الانتقادية، أربعة المراجعة الحسابية. الإجابة إجابتكم اللي هو صحيحة ألا وهي العمليات التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ إعداد القوائم المالية تعتبر من ضمن أنواع أدلة الإثبات في المراجعة. نلاحظ بأن اثنين وثلاثة وأربعة كلها من ضمن وسائل الحصول على أدلة الإثبات. لذلك دائما أقول لكم انتبهوا للدليل والوسيلة، هناك فرق ما بين دليل الإثبات ووسائل الحصول على أدلة الإثبات. طبعا هنا أتى بدليل واحد وأتى بثلاثة من ضمن وسائل الحصول على أدلة الإثبات، فيسهل لنا أننا نختار الدليل هذا من أدلة الإثبات. فربما ما يأتي به اللي هو العمليات التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ إعداد القوائم المالية، وإنما يضع فرضا المستندات المؤيدة للعمليات من ضمن أنواع أدلة الإثبات، ويأتي بثلاثة
من ضمن الوسائل الحصول على أدلة الإسلام. هنا لو سأل العكس وقال من وسائل الحصول على أدلة الإثبات، من وسائل الحصول على أدلة الإثبات المراجعة الانتقادية، واحد، اثنين، المستندات المؤيدة للعمليات، ثلاثة، الإقرارات التي يحصل عليها المراجع من الغير، أربعة، وجود نظام سليم للرقابة الداخلية. المراجعة الانتقادية، بارك الله فيك شاهدي، المراجعة الانتقادية. فنلاحظ بأن من ضمن وسائل الحصول على أدلة الإثبات المراجعة الانتقادية، لأن المراجعة الانتقادية هي الوسيلة التي ذكرها، هي الوسيلة الوحيدة التي ذكرها، وثم ذكر ثلاثة من أدلة الإثبات. فتلاحظون بأن مزج أو وضع من ضمن أدلة الإثبات وسيلة، وهنا السؤال عن الوسيلة، فيصبح المراجعة الانتقادية من ضمن وسائل الحصول على أدلة الإثبات، وشرحناها من قبل. هنا يتكلم عن مراجعة انتقادية. طبعا المراجعة الانتقادية ما معناها؟ هي الفحص الدقيق لأحد الحسابات أو لأحد القيود أو لأحد السجلات المحاسبية، واكتشاف الأمور الغريبة أو الشاذة الموجودة في هذا الحساب أو في هذه الصفحة، هنا تسمى المراجعة الانتقادية. فقط المحاسب المراجع القانوني عن طريق خبرته يكتشف الأمور الغريبة، الأمور التي تشد اللي هو الغريبة في أي سجلات اللي هو المحاسبية، هنا تسمى المراجعة الانتقادية. فالمراجعة الانتقادية تعتبر من ضمن وسائل الحصول على أدلة الإثبات. أيضا من ضمن وسائل الحصول على أدلة الإثبات نظام المصادقات، وأخذنا من المصادقات الإيجابية والسلبية. لكن لو أخذنا التعريف للنظام أو شو المقصود أو مفهوم نظام المصادقات، طبعا يهدف إلى الحصول، اللي هو نظام المصادقات، للحصول على بيان أو إقرار مكتوب من شخص خارج الشركة أو خارج المؤسسة أو خارج المنشأة بصحة أو عدم صحة رصيد أو بيان معين. هنا هذا اللي يقصد بنظام اللي هو المصادقات، نظام المصادقات. أي سؤال؟ انتهى الوقت. نعم، إن شاء الله إذا في أي سؤال ممكن تطرحونه في اللي هو المنتدى اللي هو المراجعة. فهمت الآن الحمد لله، يعني متجاوبين معي، وأقبل لكم إن شاء الله التفوق، أدعو لكم إن شاء الله التفوق وليس النجاح، التفوق إن شاء الله. أعانكم الله، أعانكم الله إن شاء الله. ما في أمان الله. بارك الله فيك بنتي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.